الطلاق بالوكاله هو امر منصوص عليه قانونا. غير مين غنتكلموا على الزواج بعض الاحيان شنو تلقاو؟ بان الزواج هو من الناحيه القانونيه منصوص عليه وخاصه عندما يتعلق الزواج بمتكون تيكون الانسان مقيم خارج الوطن. انا نتكلم على هذا الاشكال بزاف باش الناس يبقاو ينتبهوا له بزاف. يعني متكون تيكون الزواج بالوكاله تيقدر الانسان يكون مقيم خارج الوطن. اذا كان خارج الوطن سواء هو اجنبي او مغربي يعني مقيم بديار المهجر وتزوج بواحد المغربيه او العكس فهنايا هذاك الزواج بالوكاله كاينين بعض الدول اللي تعتبره زواج اريض. انت ربما ظروفك ما سمحت ليكش قلتي ارى ندير هذا العقد الزواج بهذا الشكل هذا فشنو اللي تيوقع؟ اللي تيوقع هو انك من نهار اللي تتبغي تقدم بداك عقد الزواج في اطار التجمع العائلي تيرفضوه عليك. والعلة هو انك الزواج خصك تكون حاضر فيه ماشي انك دير توكيل فمن بين دول كاين فرنسا كاين بلجيكا كاين ايطاليا كاين اسبانيا هادو العقد الزواج بوكاله يرفضون طلب التجمع العائلي فاذا الزواج بالوكاله هو زواج معمول به يعني شرط الوكاله خص يكون فيها الشروط هي وكاله خاصه مايمكنش بوكاله مفوضه تزوج او بوكاله مفوضه وانما تكون وكاله خاصه بالزواج وكاله خاصه بالطلاق وكاله خاصه بالزواج تدير فيها اما تمشي عند يعني اللي عنده صفه موثق عدل او انك تكتبها بطريقه عرفيه انا الموقع اسفله وكاله خاصه في الزواج انا الموقع اسفله سيد فلان بطاقه التعريف الوطنيه ديالي تاريخ الميلاد تاريخ زيادة ديالي وكذا اشهد انني اوكل مثلا والدي او شقيقي او كذا في السيد فلان الفلاني لينوب عني ويقوم مقامي في زواجي من مخطوبة السيدة فلانة الفلانية بطاقة التعريف الوطنية ديالها الزديات ديالها بصداق قدره كذا وكذا منه المحوز أو الباقي كذا وكذا والإشهاد على ذلك لدى العدول والحصول على جميع الوثائق والإمضاء توكيلا تاما فيما ذكر من عقد الزواج أو الطلاق فإذا هذه تكون وكالة خاصة هنا بعض المرات تلقاو الناس تيقول لك بالنسبه للوكاله وهنا ندخلوا في واش ممكن الوكاله تكون خاصه غير بالذكور ممكن تكون خاصه بالمراه علاش في اطار دابا عدم التمييز بين الجنسين الوكاله تكون فيها امراه كاين اللي ترفضها تقول لك لا لا ما يمكنش وهو راه توكيل لان هذاك اللي غيتزوج راه هو رجل واللي غيتوكل عليه هي امراه شنو تدير اللي تنوب عنه في هذه العمليه ديال الزواج <applause> يعني الصحه ديالها الا جاتني مثلا من القنصليه المغربيه راه تنشدها وتندي وتمشي هذاك المواطن يمشي يصادق عليها في وزاره فرع من فروع ديال وزاره الخارجيه اللي مختص في هذا تصحيح الامضاءات بمعنى تما تتبان واش هي صحيحه او غير صحيحه يعني سواء تعلق الامر بالزواج او الطلاق وبالنسبه للطلاق الوكاله في الطلاق تلقاو بان المحاكم لا تعملوا بها في حين كانت واحد المدة اللي تنذكر أنا في الرباط كان القاضي الوحيد الأستاذ فرشادو الله يطول في العمر ديالو يطول في العمر ديالو هذا كان هو الوحيد على المستوى الوطني الناس اللي في الجالية خارج المغرب كان هو اللي تيستقبل هذوك الموكلين ديالهم وتيدير لهم إجراءات ديال الطلاق تسهيلا على عليهم في هذه العملية ولكن من بعد مي هو ما بقاش يعني تيزاول المهنة ديالو يعني رفض الأمر في حين ان محكمه النقد في 2014 يعني صدر حكم بان الطلاق بالوكاله هو طلاق جائز ولا ينبغي رده